اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به تبقى به تحيا عالما حرا فقير. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما. The Imam in the masjid said, you need to praise the cooking of your wife, just like I said now. So the man went home and he had this meal and he was looking at it and looking at his wife and smiling and all happy, mashallah, and excited and everything. And when he finished, he says, oh, it was awesome. And the wife says, what? I've been cooking for you for 21 years. You never said that. Today, when the food came from the neighbor, you want to say it was awesome. So he says, oh, I'm sorry about that, I didn't know. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. واطيا بالعلم نحو النجم مزدان شكور، رافضا كل التدني رافضا نفس الغرور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما فخور. ابن مسعود فقيه عالم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور.